مشاريع خصوصية وزارة الحلف والطين سيادي الوقفة الاحتجاجية مواصلة لمعركتنا النضالية العادلة والمشروعة ضد النظام الأساسي الذي أدخل الاحتقان لقطاع التربية الوطنية، وكذلك مطالبة بحقوقنا العادلة والمشروعة، وتنديدا بالتوقيفات الانتقامية والتعسفية الفاقدة للشرعية والتي قامت بها وزارة التربية الوطنية ضدا على الاحتجاجات السلمية والحضارية للأساتذة والأستاذات وأطر الدعم. هذه التوقيفات قلت لي هي توقيفات انتقامية وفاقدة للشرعية، تطرح مجموعة من الأسئلة وخاصة بأكاديمية مراكش أسفي، هذه الأكاديمية التي في الوقت الذي يطالب فيه الأساتذة والأستاذات بأبسط حقوقهم، على سبيل المثال تعويض عن تعويضات عائلية، تتأخر هذه الأكاديمية شهور وربما سنوات دون استجابة لطلبات نساء ورجال التعليم. ولكن عندما تعلق الأمر بتوقيفات انتقامية، ملاحظة مهمة أن يعلمها الرأي العام الوطني وعموم المتتبعين والمتتبعات، وعلى أن التوقيفات الانتقامية المراسلات التي أرسلتها المديريات الإقليمية في نفس اليوم اللي هو 4 يناير تم فيه إصدار توقيفات انتقامية من إدارة الأكاديمية. 8 مديريات أرسلت مراسلات للأكاديمية في نفس اليوم، وفي نفس اليوم أصدرت توقيفات انتقامية في الوقت الذي عندما يتلقون مراسلات خاصة بحقوق الأساتذة والأستاذات تتعطل مصالح الأساتذة والأستاذات لمدة تزيد على الأشهر وإلى سنوات في بعض الأحيان، ولدينا حالات عديدة وملموسة. هذا ماذا يبين؟ يبين المقاربة الانتقامية التي نهجها وزارة التربية الوطنية عبر أكاديمية الجوية للتربية والتكوين. هذه التوقيفات كما قلت على أنها توقيفات فاقدة للشرعية وتوقيفات انتقامية وانتقائية استهدفت مجموعة من الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم، لا لشيء إلا لتمييزهم عن مطالبتهم بحقوقهم العادلة والمشروعة، وتحوير المعركة من المطالبة بإسقاط النظام الأساسي واستجابة لمطالب النساء ورجال التعليم إلى مطالبة توقيف هذه التوقيفات الفاقدة للشرعية. إذا في هذا الإطار تأتي هذه الوقفة الاحتجاجية التي نرسل من خلالها رسالة مفادها على أنه رغم توقيفاتكم الفاقدة للشرعية، رغم سياستكم الانتقامية، إلا أننا ها هنا صامدون، إلا أننا ها هنا مواصلون لمعركتنا النضالية أحب من أحب وكريه من كريه. بالنسبة للتوقيفات واش كانت فقط تطل الأساتذة اعتباطيا ولا فقط مركزين على الفئة اللي كتقود الوقفات الاحتجاجية؟ بخصوص هذه التوقيفات كانت قلت هي توقيفات انتقائية تم الاعتماد بها على استهداف أعضاء المكاتب الإقليمية التنسيقيات وكذلك بعض الأساتذة والأستاذات غير المنتمين للمكاتب الإقليمية، وخاصة الذين لديهم بعض المشاكل مع مدير المؤسسة أو المديريات الإقليمية، فكانت هذه فرصة لتصفية الحسابات مع هؤلاء الأساتذة والأستاذات. على سبيل المثال تصوروا معي على أن أستاذة رفعت مجموعة من التظلمات إلى الأكاديمية الجوية للتربية والتكوين على أساس أنه تم إسناد لها جدول حصص غير تربوي وغير قانوني يتمثل في إدماج سلكين ثانوي إعدادي والثانوي التأهيلي في جدول حصص واحد بثلاث مستويات ومستويين إشهاديين، وهو مخالف لكل المعايير التربوية والقانونية، ورفعت تظلم في هذا الشأن. لم يتم استجابة للتظلم في حين تم توقيفها من طرف إدارة هذه الأكاديمية، بما يؤكد بالملموس على أن هذه الأكاديمية وهذه الوزارة نهجها مقاربة انتقامية مفضوحة ومكشوفة. أوين مصر قرب من عينينا.
ربي علينا وقول البشار التعليم وقول البشار التعليم وقول البشار التعليم وقول البشار. ما تنسوش تابوناو في لاشين وتأكتيفو الجرس باش يوصلكم الجديد من فيديوهات المغرب اليوم.